في بعض المفسرين بيستعينوا بالجن في تفسير الأحلام، صحيح الحكاية دي؟ بصي، هو للأسف الشديد في ناس تخلط التفسير، تقول لك تعالى مفك لك سحر، في ناس بيعملوا كده، فأنا بدعي لهم بالهداية. فده غلط، ده غلط، لأن تفسير الرؤى والأحلام مش لعب يا جماعة، ده جزء من النبوة. فأنا دلوقتي أما أفسر رؤية، أنا نفسي علشان أطلع أفسر، أنت حتى هتلاقيني مقلة جدا ومش دايما بظهر مع حد، مش دايما، اي يعني مثلا يجي لي مثلا ضيفه مش عارف فقره في كذا هنا، مش دايما، وانا بقول لها هوت والكل عارف كده، مش دايما بطلع انا جيت لك يا حبيبتي. ربنا والله يخليكي، العظيم بديتك عزيزه، ربنا يسعد قلبك يا رب. فالحاجات دي انا بقعد اصلي وقعد استخير يا رب اذا كنت ماشي على الحق، اللهم انت كل ثاني بقول الحق، لان الموضوع ده الذنب مش سهل دلوقتي، الناس بدات تدخل فيه. طب مش في جزء من العلم برضه يا استاذه؟ لا، مش دراسه، مش دراسة اطلاقا، ما فيش اي مكان في العالم، في العالم بيدرس تفسير الرؤى والاحلام، مش في مصر بس، في العالم. يعني الواحد فعلا ما يقراش الكتب اللي فيها تفسير احلام والدلائل؟ لا، في ناس بتيجي تقرا تلاقيها بتيجي لي بقى مفزوعه، انا قرات ان انا لما وقعت مش عارف منين هيحصل لي كذا، انا قرات مش عارف يعني حاجات، ان انا مثلا طرت والسما انطبقت عليا، ان موت. بصي، جات لهم هستيريا من المتنمعيه، ناس كاني بعالجهم نفسيا. ان هم بيشوفوا احلام وييجوا يقراهم في الكتاب، او مثلا حد من المفسرين فسر لهم ايه يعني ايه، خد بالك من نفسك، الموضوع داخل في الاعمار، انت هتموت، انت مش عارف وحاجات بتتقري كده. فانا طبعا ضد ده كله، وجات لي رؤى بالشكل ده. وفي ناس والله والله عندي مش عايزه اقول لك تعبانين نفسيا بقالهم فتره، موضوع منامات اتفسرت لهم بالموت، تعبانين نفسيا. اما بصي انا مش فاتح احلها ازاي، بس بحاول اخدهم بالراحه. فعشان كده تلاقيني بحاول اكون حليمه جدا جدا في تفسيري، فما ينفعش الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه، بشروا ولا تنفروا. فانا دايما احب ان انا ابشر. طب لو لقيت في رؤيه فيها رمز وحش ورمز حلو، اروح اقول خلاص بقى، ده انت جايه على حاجه حلوه، شوفي حتى لو حصل معاكي موقف وحش بس اديها اشاره، خدي بالك لو حصل معاكي حاجه مش حلوه الفتره اللي جايه دي، روحي بقى اتفرجي على الخير اللي جاي لك من عند ربنا كده يا حبيبتي. فلازم ان انا اطمن عشان انا ما اخدش ذنبها انها تنام مقهوره، فدي كلها يعني زنب. دي حصلت معاكي يا استاذه كتير؟ بتشوفي حاجه وحشه بس ما بترضيش تقوليها خالص؟ لا 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 لا، بس اديها تحذير، استخيري على اي امر انت مقبله عليه، تاني حاجه تصدقي، تالت حاجه استعيذي. في ناس بقى بتخاف من الاستعاذه، في ناس بتخاف من الاستعاذة. طب استعيذ يبقى حاجه داخله في الاعمار، اقول لا واحلف. وفعلا لا، هو حد يعرف الناس بقى بتدخل بقى بتتخض بسبب الكلام الكتير اللي بقى على الساحه. ما هي دي المشكله، دي كارثه، دي كارثه، وذنب، ذنب كبير قوي قوي. فانا زي ما قلت لحضرتك قبل ما اطلع، لازم استخير ربنا، يا رب اذا كنت هذا المجال بس مش هشيل ذنب، الاقي في حاجه بتتفتح لي، حاجه كويسه، ان قعدت ووقفت واي حاجه اقول الحمد لله، انت كده بتشيل من عليا ذنب ان انا يعني ساعات حضرتك الكلام بتحصل. ما بيطلعش منك طبعا وارد جدا، اعرف بقى ان انا كنت مقصره، ارجع بقى تاني بقى ايه، التزم، اقرا، اصلي، اقرا قران، الحقيقه انا بصلي طبعا الحمد لله، ما بقطعش الصلاه. فابدا بقى ايه، اوقات مشاغل الحياه ممكن تخليني ما اقراش قران كل يوم. فالحاجات القران مش عايزه اقول لك، بصي بيعمل عليكي هاله كده جميله يا استاذه هاله زيك كده طبعا في هدايه طبعا، حلوه قوي، يا خبر طبعا. يا خبر، حلوه قوي، وتنور بصيرتك بقى وكده. المهم ارجعي دايما لربنا. يعني انا مثلا موضوع الكتاب، الواحد يقرا في الكتاب، والله ابدا. بس انا زمان قبل ما ادخل في تفسير الاحلام كنت ممكن اقرا عشان ادور لي على حلم لنفسي، لكن مفيش حاجه منطبقه معايا، اطبق بقى كل ده عليا الرموز دي اطلاقا. فسبحانك يا رب، ربنا بيلهمني بالتفسير. فربنا يا رب يكتب الخير للجميع، يا رب يجعلنا دايما دايما من المبشرين للجميع.